قالوا هنا أو انتقادا أو تعليقا، المرشح المنافس لازم يعلق على ما قاله هذا المرشح الأول. أولا السيد عمرو موسى، عندك فرصة أنك تسأل دكتور عبد المنعم فتوح أو أنك تنتقد شيء في سياسته أو في آرائه ثم يرد. أنا الحقيقة أحب أسأل الدكتور أبو الفتوح بعد ما اتكلم عن المظاهرات ويعني قال فيها كلام كبير. هو زار هذه المظاهرات وقاد جزء من هذه المظاهرة، ثم بعد يوم 2 مايو، ثم بعد كده يوم 4 مايو تراجع عن هذا الموقف ووصف التظاهر بأنه غير مناسب. ده أعتقد أنه وصف بسيط مبسط جدا. فالمشاركة والمباركة ثم التراجع ووصفها بأنه غير مناسب، أعتقد أنه يتناقض مع كلام اللي سيادتك قلته الآن، قلت بشكل أوضح. الحقيقة أنه الاستغلال مثل هذه المظاهرات التي لم يكن لها مبرر ولم يكن لها هدف إلا الفوضى، لأنه إحنا بنتحرك في ظرف أيام إلى دولة جديدة، إلى ما نريده نحن، إلى تنفيذ أهداف الثورة العظيمة، ثورة 25 يناير، إلى تنفيذ أهداف ضاع في سبيلها أرواح الشهداء. ندخل في فوضى؟ أنا عايز أفهم التناقض ده، اشرح لنا هذا التناقض يا دكتور. سؤال واضح من السيد عمرو موسى. دكتور عبد المنعم قدامه، عبد المنعم مفتوح قدامه دقيقتين يرد. وانا مش هسال. لا بعد كده هتسال حضرتك، بس ترد الاول وبعد كده هتسال. أولا لو عايز تتنازل عن سؤالك بحرية. لا 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 جدا، المعلومات اللي قالها الاستاذ عمرو موسى غير صحيحه. انا زرت في يوم الجمعه، شاركت في المظاهرات بالتضامن مع المذبوحين والاعتدي عليهم من اي طرف. 9 كانوا قتلوا، 3 منهم قتلوا ذبحا والباقي قتل بالرصاص. فلا يمكن اي انسان عنده اي قدر من الضمير الوطني بغض النظر هم مين، دون معرفة سابقة هم مين، ليكونوا من، أين كانت الدولة لحماية هؤلاء المواطنين سواء كانوا صوار أو بلطجية أو فوضوي. الأمر الثاني أن المظاهرات كانت سلمية، لم يثبت أحد فيها قام بأي عمل عنيف ضد أي منشأة. عوقوا المرور، جهاز الأمن المحترف يستطيع أن يمنع أي متظاهرين كما ضربت مثل بالأجهزة الناجحة والمحترفة في وول ستريت في أمريكا وفي إنجلترا، استطاعت أن تمنع حتى المشاغبين من المشاغبة دون أن تريق دم إنسان. مش يقتل 9 مرة واحدة ويعتدى على البنات ويتم قبض النساء وإرسالهم للقناطر الخيرية، وهؤلاء منهم أطباء وطبيبات حتى يطلق عليهم اسم أنهم فوضويين. وبالتالي أنا لم أتراجع عن دعم أو الاحتجاج أو التضامن ضد هذا الموقف الغير أمين من أطراف في السلطة في مواجهة هذا الذي حدث. وبالتالي أنا لا شايف في موقف التناقض. يبدو المعلومات مش دقيقة عند الأستاذ عمرو موسى، أو هو ما تحراش الدقة في تلقي معلوماته. الأمر الثاني إن إحنا إلى متى سنظل نطلق على من يعبروا عن أنفسهم بشكل سلمي إنهم فوضويين وهمجيين إلى آخره. الذي يخطئ يحاسب، القانون على رقاب الجميع من أول رئيس الدولة لأي حد. لا أحد يقول إثناء التعبير السلمي يفعل من يشاء ما يشاء. إذا خرج عن احترام المرافق والتعبير السلمي، هناك جهاز أمن محترف يقبض عليه محافظا على حياته وكرامته ويقدمه للمحاكمة دون أن يريق دمه.